هذا سائل يقول: هل تصوير عضو من الإنسان كالعين الواحدة دون بقية الوجه يعتبر من تصوير ذوات الأرواح؟ لا، تصوير اليد أو الرجل أو ما يعتبر من التصوير حتى يكون كاملا، يكون كاملا. أو الوجه، الوجه هو التصوير، هو صورة الوجه. الوجه هو، لأن الوجه هو عنوان الإنسان وهو مجمع المحاسن للإنسان، فلا يجوز تصوير الوجه ولو كان وحده. أما تصوير اليد أو الرجل هذا ما يضر. نعم، أحسن الله. العلماء يقولون الصورة الوجه، الصورة الوجه. نعم، أنت لو تشوف بدن كامل ولكن ما به وجه ما تعرف، ولا يصير صورة، مطموس. هذا يصير مطموس. نعم.